الاستفزازات المتواصلة للمستوطنين في المسجد الأقصى شكلت مخاوف من إعادة اندلاع اشتباكات بين الفلسطينيين والصهاينة من جديد. عبر الربيعي. بتسهيلات ومرافقة من طرف شرطة الكيان الصهيوني، عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للأقصى على فترتين صباحية ومسائية عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، الأمر الذي أثار مخاوف من إعادة اندلاع اشتباكات بين الفلسطينيين والصهاينة من جديد. لكن على الصعيد الفلسطيني الرسمي والفصائلي هناك تحذيرات من العودة إلى نقطة البداية إذا استمرت يعني هذه الاقتحامات من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى، وأيضا حصار حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وحي البستان في بلدة سلوان وأحياء البلدة القديمة من المدينة المقدسة، والتي أيضا تهدف إلى فرض وقائع على الأرض من خلال فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى وعمليات التهويد المتواصلة ضد القدس. الأمر لم ينتهي عند مسجد الأقصى، فتحت مراقبة الكاميرات وحصار البوابات الإلكترونية، الاحتلال الإسرائيلي يسطر قائمة لا تنتهي من الممنوعات على المقيمين بشارع الشهداء بمدينة الخليل، كما فرض إجراءات عسكرية مشددة أثناء دخول وخروج السكان وسط مخاوف نقل الحصار إلى الشيخ جراح بالقدس من جديد. يعني وفقا للمسؤولين الفلسطينيين فإن سياسة التهويد والإبعاد والاعتقال التي يعني تنتهجها قوات الاحتلال ومجزرة المنازل ومحاولات يعني الاحتلال المحمومة للسيطرة على حي الشيخ جراح وأيضا بلدة سلوان وشارع الشهداء في مدينة خليل الرحمن، يعني وفقا للمسؤولين الفلسطينيين فإن هذه المحاولات لن تفلح بفعل الصمود الأسطوري لأبناء الشعب الفلسطيني، وأن المستوطنين وغلاة التطرف ومنظماتهم لن تفلح بكسر عزيمة الفلسطينيين. في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال التضييقات على المقدسيين، عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة ينظمون وقفة تضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال، حاملين لافتات كتب على بعضها معركة الأمعاء الخاوية، سلاح الأسرى، ولا لسياسة إذلال أسرانا.